احنا معانا ضيفه هي لاعبه وبطله بارالمبيه وقدرت ان هي بجد زي ما بيتقال تكتب اسمها يعني وباحرف من ذهب فعلا بعد ما بقت اول لاعبه من اصحاب الهمم في افريقيا بتسجل حضور مميز في ثلاث العاب بارالمبيه مختلفه وهي العاب القوه والتنس الارضي والريشه الطايره. فخلينا نفهم بقى قصه النجاح دي والكواليس والصعوبات اللي واجهتها والتحديات وكل الكلام ده من ضيفتنا العزيزه جدا بطلتنا شيماء سامي لاعبه منتخبنا الوطني البارالمبي للريشه الطايره. صباح الهنا. صباح الورد. نورانا والله بجد. ميرسي. سعداء بوجودك، واكيد انت خدتي بالك من نفسك من اول ما دخلتي الاستوديو في الفاصل في حاله احتفاء كده وترحيب بيكي. سعداء جدا جدا بيكي، منوره الدنيا، جبناكي من الساحل معلش، بس لك عوده ان شاء الله ولا ايه؟ لا مفيش عوده خلاص كده كفايه. منوره القاهره عموما ومنوره 10 الصبح في الاهلي، طبعا انجازات تستحق التوقف امامها وتحليلها بقى. بدايه انا عايز اعرف بس منك، يعني عاده اي بطل رياضي بيبقى مركز في رياضه واحده، وخصوصا لما يكون كمان بطل بارالمبي، فيعني حجم التحديات اللي بيواجهها اكبر بكتير من غيره من الرياضيين الغير بارالمبيين. انت بسم الله ما شاء الله عليكي تفوقتي في ثلاث رياضات مش في رياضه واحده، ايه قصتك بقى؟ لا والله هي القصه بسيطه، يعني مش صعبه كانت قوي، لان هي اصلا انا بحب ابقى اركز في كل لعبه على حده لحد ما اوصل فيها للانجازات اللي انا يعني مبسوطه بيها. ابتديتي باني واحده من الثلاثه؟ العب قوه، لان العب قوه انا بديها اول بطوله ليا كانت 2003. اوكي. فعشان كده كانت الرياضات في الوقت دوت ما كانتش كتيره اصلا. فاخترت العب قوه وخصوصا رياضه القرص فيها، يعني رمي القرص. وابتديت بقى لحد ما الحمد لله وصلت لبرونزيه بطوله العالم في 2013 والمركز الخامس في اولمبيات اتينا 2004. وفي خلال الفتره دي كنت ماشيه معاها في التنس ابتديتها في 2009. بس التنس كانت مختلفه شويه، التنس بالنسبه لي زي البيبي الصغير اللي انا جبته صغنون وابتديت اكبره، لان انا اللي عملت لجنه التنس الكراسي في الاتحاد المصري للتنس. اوكي. فعشان كنت اخلي الناس تبتدي او اللعيبه الصغيرين واولياء امورهم ان هم يلعبوا تنس، فكنت لازم انا العب تنس. وخصوصا ان انا كنت وقت ما بلعب العاب قوه كنت بتمرن فتنس وبلعب باسكت على كراسي متحركه. اوكي. فعشان اعلي لياقتي لالعاب القوه. العاب القوه لعبه شاقه، يعني مش محتاجه ان هي تكون في باور ومرونه كبيره قوي. فمن هنا ابتديت ان انا اقدر اقعد على كرسي متحرك وان انا اقدر العب ازاي عليه يعني. وابتديت ان انا امارس التنس عشان اللعيبه زي ما قلت لحضرتك. حلو. بس حبيت التنس بصراحه قوي يعني. التنس ولا الريشه؟ لا بس عينك عملتي في الريشه الطايره يعني. هو بصراحه التنس يعني مختلف، يعني حبي للتنس غير الريشه. حبي للتنس ان انت ابتديتي ان انت تلعبي وبعد كده تبتدي تجري عشان تدخلي ناس اللعبه دي وتوريهم ازاي هي ممتعه، وبعد كده تكبري القاعده ديت وتخلي في ناس فيها نوصل ان احنا ان هو زي البروجكت بتاعك مشروعك يعني. الريشه لا، الريشه يمكن جات لي بسبب نجاحي في التنس. اوكي حلو ده، جميل جدا. طيب ممكن اسالك مش تفاصيل بس، ايه سبب الاصابه يعني؟ الاصابه كانت سببها حقنه غلط. ياه. خطا طبي ده وانت عمرك كام سنه؟ 3. لا مش معقوله. يا سبحان الله. في امور قدريه كده. فعلا يعني. بصي انا مش متضايقه من اي حاجه، بالعكس يمكن انا لو ما كنتش مصابه ما كنتش زماني هبقى قاعده معاكم دلوقتي. صح، الحمد لله على كل شيء. فبالعكس دي مبسوطه يعني، هو ربنا ما بيديش حاجه غير لما يكون اللي قدام اللي هو خد الحاجه ديت هو قادر ان هو صح يتحدى بيها الدنيا.